السلام عليكم شوبير دي زاد كل عاده معكم اليوم جينا بانك نزيدو نتكلموا على نهايه المقابله المقابله الجميله المقابله اللي كان فيها كل شيء كل تكهنات الناس ترى حتى تكهنات باللي باريس سان جيرمان رايحه تفوز بعد ما شلنا السيطره الكامله من باريس سان جيرمان وهذا الفوز نجمو نقولوا 60% 70% مشارك فيه زيدان بالتغيير تاع الخطه وكان ذكي جدا عندما غير غير اللاعبين في الدقيقة 80 كانت منعرج تاع المقابلة ثم كوين ما غير اللاعبين كانت منعرج تاع المقابلة وتكشنا كيفاش ردت الفعل تاع تاع الخط وسط تاع تاع ريال مدريد مع الهجوم كيفاش تنفس تنفس تنفست شوية الضغط على 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 ريال مدريد في الدفاع شنا التحركات كيفاش عاودت ولات في عشر دقائق التالية غتكون هدرو على فاريس على باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان اليوم ضيعت الفوز الفوز الثامن ضيعته في البريمير ميتو والدوزيام الاهداف اللي ضيعتها في بدايه الشوط الثاني شدنا كيفاش كانت مقابلة مسيطرة عليها باريس سان على كل خطوط وكنا نشوفوا في, في الفراغات اللي كانوا في وسط الميدان كانت مسيطرة هي كانت مسيطرة في وسط الميدان شلنا لي كونتر اتاك اللي كانت تلعبهم بالخط من لا تكلم في لا تاع تاع الريال آه زيدان تفطن غير دار تغييرات التغييرات, التغييرات كما يقولوا تجاوب بالثمار تاعهم وكانت مقابلة جميلة جدا كانت مقابلة شيقة مقابلة أهداف هذو هما الفرق الكبار نبدأ نقولوا فيها ريال كبيرة بصح باريس سان جيرمان كبيرة باللعابة تاعها بصح تاريخيا ريال هي تاريخيا كبيرة ريال بالألقاب تاعها ريال اللي عندها ثقافة عندها شخصية تاع اللي يعاودوا يولو في أي يعاودوا يولو في أي في أي وقت وكما هدرنا هدرنا قلنا بلي نقارعوا لريال مدريد تولي في أي في اي دقيقه تولي خاطر التغييرات اللي دارهم زيدان كانوا كانوا في المستوى واللاعبين اللي دخلوا كانوا عند حسن ظن جميع كاع الانصار وشنا كيفاش غيروا غيروا الخطه غيروا قلبوا المقابله هذو هما اللاعبين اللي روبراسون كيعرفوا كيفاش ما يدخلوا يدخلوا يغيروا المقابله شناهم كيفاش غيروا المقابله يعني اللي يكون اللي يكون في المقاعد هذا هو اللعاب المحترف يكون يشاهد يعرف وين الثغره وين لازم مين يدخل يدخل واجد مش يقول له بيدخلني 10 دقائق توالى ولا ما اعطانيش ما تعنيش فرصه حنا شلنا اللاعبين هنايا كانوا يدخلوهم 20 دقيقه يقولوا ما عطانيش الفرصه كامله شوف لي روبلاسون اليوم دخلوا باقي 10 دقائق قلبوا المقابله المقابله قلبوها شلنا كيفاش دخلوا 80 دقيقه ال 20 دقيقه التاليه شلنا كيفاش قلبوا المقابله 10 دقائق التالية قلبوا المقابلة هذه هي المقابلة هذو هما اللي يكونوا كما يقول لك الاحتراف هذا هو الاحتراف والمقابلة كانت جميلة أه نقولوا ريال حطت أه رجل الثاني رجل رجل واحد في التأهل مازال الروتور من على 15 يوم في في باريس في باريس مع باريس سان جيرمان أه تكون كلش كاع المعطيات يكونوا تبدلوا وبالك هذه هي الانطلاقة الحقيقية تاع ريال مدريد هذه يا وربي يحفظكم وتمنوا الفوز ثم الفوز وربي يحفظكم وصحتكم